موجز الأخبار المحلية مع زينة كرم عشر الأوسط 1450 AM. في ملف المفاوضات في قطاع البناء، حكومة مروة تعين وسيطا خاصا وتستبعد مجددا اللجوء إلى قانون خاص. أليسون ريدفورد تعد بمليار دولار من المساعدات لضحايا الفيضانات في ألبرتا. في البورصة السياسية، شعبية ستيفن هاربر إلى تراجع. صباح الخير. رفضت رئيسة الوزراء في مقاطعة كيبيك بولين ماروا الملقبة بالمرأة المصنوعة من البطون فرض حل على طرفي النزاع في ملف المفاوضات في قطاع البناء بغية التوصل إلى اتفاق يضع حدا للإضراب الذي يشل حركة البلاد والعباد منذ 8 أيام. وبدلا من اللجوء إلى قانون خاص لإلزام العمال بالعودة إلى ورش البناء، ارتأت ماروا تعيين وسيط خاص بين جمعية البناء في كيبيك وتحالف النقابات، وذلك بعد تعذر الوصول إلى تسوية ترضي الطرفين. وأعلنت رئيسة الوزراء وبحضور وزيرة العمل أنيس مالتي عن تعيين نورمان غوتي كوسيط خاص لحل الإشكال القائم في القطاع المؤسسات التجاري والصناعي، حيث عادت المفاوضات إلى نقطة الصفر. وحثت مروى الطرفين إلى التفاوض بجدية، ملوحة بإمكانية اللجوء إلى قانون خاص بحلول نهاية الأسبوع بحال استمرت وتيرة المفاوضات على ما هي عليه من كر وفر. وأكدت زعيمة الحزب الكيبيكي أن نوابها مستعدون للعودة إلى البرلمان في أي وقت من الأوقات بحال دعت الحاجة لفرض قانون خاص، معربة بالوقت عينه عن أملها بألا تضطر إلى اعتماد خطوة مماثلة. في ردود الفعل، رحب تحالف النقابات بتعيين الوسيط الخاص معربا عن استعداده للتعاون. وانتقد الناطق باسم التحالف النقابي إيف ولات موقف جمعية البناء في كيبيك المتعنت بحسب رأيه والدافع باتجاه فرض قانون خاص لإلزام العمال على العودة إلى العمل. من جهة أخرى، انتقد زعيم الحزب الليبرالي في كيبيك فيليب كويار تأخر الحكومة في البدء بهذه المسألة، منددا بضعف الإدارة وعدم تواجد الحزم الكافي في صفوف الحكومة لوضع حد للنزاع. بالمقابل، انتقد زعيم حزب التحالف من أجل مستقبل كيبيك فرانسوا لوغو المقاربة التي تتبعها رئيسة الوزراء بولين ماروا والتي تثير الحيرة بحسب رأيه، مذكرا بأن إضراب عمال البناء يكلف مليار دولار أسبوعيا، مشددا على أنه كان من الأجدى على الحكومة أعطاء الطرفين مهلة أقصاها 48 ساعة للتوصل إلى حل. تعقد اليوم جلسة استثنائية في مجلس البلدية في موريال عند الساعة 9:30 لانتخاب رئيس بلدية جديد. وكما ينص عليه القانون، ستشمل الجلسة فترة لطرح الأسئلة من قبل المواطنين، تستتبعها كلمات المرشحين الخمسة لمدة 20 دقيقة كحد أقصى لكل مرشح. ومن ثم يعمد المنتخبون في البلدية للتصويت من خلال اقتراع سري. المرشح الذي يتمكن من الحصول على أعلى نسبة من الأصوات يفوز بالمنصب المنشود، وبحال تعادل الأصوات فإن رئيسة المجلس البلدي تصوت للمرة الثانية. رئيس البلدية الجديد سيتسلم مهامه لمدة زمنية قصيرة نسبيا، لا سيما وأن الانتخابات البلدية ستجري في 3 نوفمبر، ولا يبدو لغاية الساعة أن المرشحين حاليا لرئاسة البلدية بالنيابة مهتمون بخوض غمار السباق لرئاسة البلدية في فصل الخريف. واضطرت البلدية إلى انتخاب رئيس مرحلي جديد بعد استقالة الرئيس المرحلي السابق مايكل أبلبوم في أعقاب توقيفه في منزله في 17 حزيران/جوان على يد الوحدة الدائمة لمكافحة الفساد، وهو يرزح تحت وطأة 14 تهمة خطيرة. وسبق وتسلم أبلبوم رئاسة البلدية في 22 نوفمبر الماضي بعد استقالة جيرالد ترامبلي، واعدا بتشكيل ائتلاف إلى جانب بقية الأحزاب الممثلة في البلدية لوضع حد للفساد المستشري. وقدم ترامبلي استقالته في أواخر العام الماضي في أعقاب ما تم الكشف عنه من معلومات خطيرة أمام لجنة شاربونو، إنما لم يتم توجيه أي اتهامات بحقه. هذا ومن المرتقب أن يمثل أبلبوم أمام القضاء في 9/1 أكتوبر المقبل.
في سياق متصل نذكر أن المرشحين لرئاسة البلدية بالنيابة هم لوران بلانشار، وقد أصبح عضوا مستقلا في البلدية علما أنه كان تابعا لحزب فيزيون موريال، وهو رئيس اللجنة التنفيذية في البلدية ومستشار عن دائرة ميرسي أوشلاغا ميزونوف. هاروت شيتيليان وهو عضو مستقل كان تابعا لحزب يونيون موريال، وهو رئيس المجلس البلدي ومستشار عن دائرة أهنسك كارتيفيل. جين كويل بواترا وهي مستقلة أيضا وكانت عضوا في حزب يونيون موريال، وهي مستشارة عن دائرة لاشين. فرانسوا كروتو المرشح الرابع ويمثل حزب بروجي موريال، علما أنه عضوا سابقا في حزب فيزيون موريال، وهو رئيس دائرة روزمو لابتيت باتري. والمرشح الخامس ألان دي سوزا، وهو عضو سابق عن حزب يونيون موريال ورئيس دائرة سان لوران. أعلنت رئيسة الوزراء في مقاطعة ألبرتا أليسون ريدفورد عن تخصيص مبلغ مليار دولار لدعم ضحايا الفيضانات التاريخية التي تجتاح المقاطعة منذ عدة أيام. وفي إطار المرحلة الأولى من الجهود الرامية إلى مساعدة المتضررين وإعادة البناء، ستوفر الحكومة بطاقات ائتمان مدفوعة سلفا للنازحين بقيمة 1250 دولار للشخص البالغ و500 دولار لكل طفل، علما أن الصندوق الخاص سيكون متوفر لقرابة 100,000 مواطن تم إجلاؤهم بفعل خطورة ما آلت إليه الأوضاع ميدانياً. من شأن تلك المساعدات المالية تغطية النفقات الخاصة بالمتضررين لإيجاد مأوى وتسديد ثمن الاحتياجات اليومية. وتعتبر تلك الفيضانات الأسوأ في تاريخ مقاطعة ألبرتا، حيث قدر مصرف البنك دو موريال أن حجم الأضرار في مدينة كالجاري والضواحي قد يتراوح بين 3 إلى 5 مليارات دولار، وبأن هذه التقديرات لا تزال أولية. تعليقا على الخبر، أكد النائب عن دائرة كالجاري سود إست ووزير الهجرة والمواطنية والتعددية الثقافية جيسون كيني إنه لا ينبغي التسرع في تحديد التكاليف، فحالة الطوارئ لا تزال تطال 23 منطقة، وبأن الأولوية أولوية الحكومة في الوقت الراهن هي ضمان سلامة المواطنين. إلى ما تقدم، لا يزال وسط مدينة كالجاري مقفل، وأعلن رئيس البلدية عن إمكانية إعادة فتح الطرقات خلال الأيام المقبلة. هذا ولابد من معاينة عدد من المباني قبل إعادة التيار الكهربائي الذي سيعاد وصله بشكل تدريجي. في هذه الأثناء بدأت الدعوات تتوالى عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ولبت دعوة ألوف الأشخاص لدعم المنكوبين والمتضررين. من جهة أخرى، أعلن منظمو مهرجان ستامبيد في كالجاري أن المهرجان سيجري في التاريخ المحدد له، أي في الخامس من تموز جويلية المقبل، على الرغم من الأضرار التي لحقت بالمنشآت الخاصة بهذا الحدث السنوي. تعليقا على فداحة الأضرار التي طالت المقاطعة، أكدت رئيسة الوزراء أليسون ريدفورد أن الأضرار التي تسببت بها الفيضانات والأمطار الغزيرة هي أسوأ من تلك التي طالت سليف ليك عام 2011 عندما اندلع حريق هائل، معتبرة بأن إعادة الإعمار قد تمتد على مدى 10 سنوات. فقد حزب المحافظين بزعامة ستيفن هاربر 7 نقاط مئوية في استطلاع جديد للرأي العام أجرته مؤسسة أباكيوس داتا لصالح وكالة الأنباء QME خلال شهر حزيران جوان، مقارنة بما سجل في استطلاع آخر تم إجراؤه في نيسان أفريل الماضي. وتراجع رصيد حزب المحافظين على الصعيد الوطني إلى 21% من نسبة الأصوات، مما يضعه على قدم المساواة إلى جانب الحزب الديمقراطي الجديد بزعامة توما ميل. الأكثر شعبية في الوقت الراهن هو الحزب الليبرالي الكندي بزعامة جوستان تريدو مع 23% من نسبة التأييد. أما في مقاطعة كيبك، فقد حصد الحزب الليبرالي الكندي 28% من نسبة الأصوات، متقدما على الحزب الديمقراطي الجديد الذي حصد 22% من التأييد مقابل 19% لحزب الكتلة الكيبكية و8% فقط في كيبك لحزب المحافظين. كما بلغت نسبة الرضا عن حكومة هاربر 30% مقابل 40% للزعيم الليبرالي و34% لزعيم الحزب الديمقراطي الجديد. ولاحظ معدو الاستطلاع ارتفاع نسبة المترددين
من 18% في نيسان أفريل إلى 21% في حزيران جوان، وتبين أن الحكومة الفيدرالية قد خيبت أمال الناخبين، لا سيما بفعل فضائح نفقات مجلس الشيوخ الكندي التي كان لها وقع على آراء المستطلع آراؤهم. ضربت العواصف الرعدية مساء أمس الاثنين عددا من المناطق في جنوب شرق مقاطعة كيبيك، مما أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي عن أكثر من 60,000 مشترك. المناطق المتضررة هي المونتريجيل، لانودير، اللورانتيد والأوتاوي. وسبق وأعلنت مصلحة الأرصاد الجوية عن أعصار قد يطال مدينة تيتفورد ماين في منطقة شودير أبالاش. وأوضحت الوكالة الحكومية أن بعض المراقبين لاحظوا بداية تشكل أعصار في جنوب شرق مدينة فيل روا في وسط كيبيك، إنما لم يتسبب الأعصار بوقوع إصابات أو أضرار كبرى. أما في مدينة موريال فقد استتبع درجات الحرارة المرتفعة ونسبة الرطوبة العالية أمطارا غزيرة جدا. ونشير إلى أن أحوال الطقس لا تزال غير مستقرة، والأجواء ستبقى حارة ورطبة جدا اليوم. أسفرت حوادث السير التي سجلتها السلطات الأمنية في مقاطعة كيبيك عن مصرع 4 ضحايا أثناء نهاية الأسبوع المطولة التي صادفت مع العيد الوطني في مقاطعة كيبيك. وأتت هذه الحصيلة على الرغم من إعلان السلطات الأمنية تشديد الرقابة على شبكة الطرقات. انتهى الموجز، شكرا لحسن المتابعة.